مع بداية العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم ومواكبة لعادتها السنوية في دعم ومؤازرة الأسر المحتاجة، نظمت مجموعة دير الخير ونساه حملة جمع التبرعات والمواد الغذائية تحضيرا لقفة رمضان. الحمد لله عز وجل، وفقنا ربي للعام الثاني إن شاء الله سنة قفة رمضان بعد ما كنا خدمناها العام اللي فات، والحمد لله العام اللي فات ربي وفقنا أنه خدمنا حوالي 500 قفة. كي شفنا رحنا اننا نجحنا في الامر هذا والعمل هذا، حبينا نسيو نبادروا فيه ان شاء الله السنه ان شاء الله العام الثاني. ندعو كل الناس انها تشارك معنا في هذه الحمله، انه هذه الحمله كما يقول لك تقدر تفرح الفقير ونلحقوا ليها ان شاء الله. لو كان اضعف الايمان، يعني لو كان ما يقدرش شيء، لو كان يتبرع يقدر يدل الناس خد اخرين يقدروا يتبرعوا، ولا يقدر يساهم على حاجه قليله ما يهمش، ليسونسيال الصح المشاركه. حنايا جينا لهنا الفاميلي شوب باش نعاونوا الناس اللي ما عندهمش، باش حنايا ناس بليده نكونوا كاع سواسيه في رمضان. المبادره لقيت استحسانا لدى المواطنين المحسنين الذين تفاعلوا معها لرفع الغبن عن المعوزين بالولايه. لا غير صافي بليزير، هاد المجموعه راهي هنا متواجده بس سهلوا علينا في عود ما نروحوا نحوسوا على الناس المحتاجه واللي ما عندهمش، هما راهم داروا بيناتهم على حسب ما شفت مجموعه باش يساعدوا، وحنا مع كي نجوا نقضيو كما يقول لك شويه لينا شويه للناس المحتاجين. مبادره جمعيه دير الخير ونساه جسدت التضامن قبيل الشهر المبارك، علها تعمم عبر كافه ربوع الوطن لزرع روح التكافل والتآزر في الشهر الفضيل.